بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجمعنا الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، مع لقائنا المتجدد في كل يوم جمعة في مثل هذا الوقت مع برنامج يستفتونك، الله أسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، والله أسأل أن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل حالنا خيرا من ماضيه، وأسأله جل شأنه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، لا نبتغي بها شهرة ولا جاها ولا دنيا ولا منصبا. أيها الأحبة المؤمنون، تكلمنا في جمعة سابقة أو في حلقة سابقة عن موضوع مهم، ألا وهو البيع والشراء عبر الأنترنت، وكذلك تكلمنا عن موضوع الزواج والطلاق كذلك عبر وسائل الاجتماعية أو عبر التواصل الاجتماعي، وكذلك تكلمنا عن مواضيع مهمة جداً ما يخص البيع والشراء بكل تفاصيله عبر الانترنت وعبر أجهزة أو التواصل الاجتماعي. فموضوع حلقتي لهذه الجمعة ربما فيها شيء من التتمة لما سبق، أتكلم عن موضوع يخص الطلاق ويخص الزواج، قد ابتلي أو ابتليت به كثير من النساء في زماننا اليوم، بل أصبحت مصيبة على مجتمعنا، بل لا أبالغ إذا قلت كارثة تقع على نسائنا دون الرجال. الموضوع هو موضوع العقد عند الشيوخ دون المحكمة الشرعية أو المحكمة القانونية الموجودة. وأنا في كل حلقة أنصح النساء، أنصح آباء النساء، وأقول لهم لا تزوجوا فقط على عقد الشيخ، فإن عقد الشيخ لا حقوق فيه ولا حقوق له. نعم، ربما تلتمس البركة في هذا العقد إن وجدت البركة في ذلك، ولكن البنت المسكينة ما أو سرعان ما تطلق في زماننا اليوم. قلنا في الحلقة السابقة مرض دب في مجتمعنا خصوصا العراقي وغير العراقي، أن سرعان ما يقع الطلاق بين الزوج والزوجة، فكثير من المشاكل تأتينا وكثير من المسائل تأتينا. البنت تزوج ويكتب لها مهر، يكتب لها مقدم، يكتب لها مؤخر، وهناك اتفاقيات على الورق، ولكن العقد يكون عند الشيخ فقط، ويستمر هذا الحال 6 أشهر سنة أو أكثر، يقع الطلاق بعد هذه الفترة، في التالي الزوج يعاند، لا حقوق للمرأة، الزوج لا يريد أن يطلق، فأين تذهب هذه المرأة المسكينة؟ البنت المسكينة وين، يعني وين تذهب، وين تروح؟ تشتكي عند المحكمة، ربما تحاسب في المحكمة لأنها تزوجت وعقدت ليست ما كان عقدها في المحكمة. أين يعني مشكلة يا أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الإخوة الكبار، عندما تزوجون البنات إخواني، نعم لا بأس ليكن هناك عقد شرعي ولا أتجاوز عليه، وإن كنت لست معه أبدا أبدا، لست مع هذا العقد الذي يعقده أمثالي من طلبة العلم أو الشيوخ أبدا، أنا مع العقد الذي يقيد ويدون في المحكمة، لأن ظاهرة الطلاق أصبحت ظاهرة مستشرية جدا وظاهرة واضحة جدا في مجتمعنا، وعليه كي تأخذ البنت، المرأة، الزوجة حقها، يجب أن يدون عقد الزواج في المحكمة، وإلا بغير عقد الزواج في المحكمة فلا حقوق للزوجة. فإذا هذه الظاهرة اليوم ظاهرة قد انتشرت في مجتمعنا،
والله لحد البارحة وقبل أيام أنه بنت طلقت بعد 3 أشهر ولم تعقد في المحكمة، عقدت عند شيخ للبركة، ماشي. فالزوج يعني يقول لا حقوق لك، الزوج يقول له لا أطلق، الزوج يعني مأساة بمعنى المأساة، المسكينة أين تذهب؟ وحتى الشيخ الذي عقد لم يدون شيء على ورقة، لا توقيع ولا كلام ولا أي شيء، مجرد قولا، مجرد بالقول إيجاب وقبول. أين تذهب هذه المسكينة، هذه الضعيفة أين تذهب؟ من أين تأخذ حقوقها هذه البنت؟ فإذا نحن اليوم أمام ظاهرة حقيقة مخيفة في مجتمعنا، ظاهرة الطلاق المبكر، وكذلك ظاهرة العقد خارج المحكمة الذي يضيع حقوق الزوجة أو يضيع حقوق المطلقة. هذه ظاهرة من الظواهر التي أصبحت واضحة للعيان في مجتمعنا. هناك ظاهرة أخرى وهي لا تقل مصيبة عن هذه المصيبة، ظاهرة قد استشريت مع الأسف عند بعض الملتزمين أكثر من غيرهم ممن يدعون الالتزام، ظاهرة أصبحت في بيوتاتنا، أصبحت في مجالسنا، أصبحت في مجالس التعلول ليلا مع الأسف، ألا وهي ظاهرة الإلحاد. ظاهرة الإلحاد أصبحت واضحة جدا مع الأسف بين شبابنا وبعض البنات، وما ذلك إلا ردود أفعال بسبب التهجير، بسبب النزوح، أو البعض يسميها بسبب منصات العلماء. وما كانت المنصات يوما غما، وما كانت المنصات يوما فيها يعني نقيصة أبدا، ولكن للأسف البعض ينظر إليها هذا المنظار، وبسبب هذه الأمور يكون ظاهرة الإلحاد واضحة جدا. معي متصل، تفضل. أختي نسرين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. شيخ أنا بدي أسألك سؤال. إيه تفضلي. يصير نوزع بالجمعة على روح الميت؟ تصير بالجمعة إيش؟ يعني أريد أنوزع يعني لأبويا متوفي، أريد أنوزع. تزورين الميت؟ تزورين الميت يوم الجمعة؟ لا نوزع له يعني. توزيع ثواب، تمام. أكي. تمام، تسمعين مني الجواب. نعم توزيع. معي اتصال آخر، تفضل. من معي؟ علي تفضل أخي، حياكم الله علي. وعليكم السلام، اهلا اخي. الصوت عالي جدا يعني، تفضل حياكم الله. تفضل اخي علي. ألو. حياك الله، انت معي، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سعد بنت العاني. اي تفضل اخي، انت معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا شكلي عندي سؤال يهمك، سؤال يعني. يلا تفضل اخي الاول. بيت جدك عند البيت. ايه. وبقت جديتي يعني بعد يعني ما توفيت وهي تقسمون يعني البيت ما حد يقول الا تموت جديتي. الا تموت الجديه الله يقسمون يعني هكذا. هو البيت مال جدي. البيت مال جدك يعني مال زوجها. ايه مال زوجها وما يقولوا لها يقول الا تموت يعني امهم. اي علي هذا من حقها الجده زوجة المتوفى أو المتوفي، حقها يعني ما تقسم الورث إلا تموت يعني، وتقسيم الميراث بعد الموت يكون يعني، وهذا أفضل. نعم. أي. أما تعالي. إذا أرادت أن تقسم بحيث تعرف أنه ما يجيها شيء من الميراث بعد، أو ما راح تشتري أرض، أو ما راح بهذه القسمة تظلم أحد، لا بأس. بس إذا أرادت ما تقسم أخي خلاص. نعم. سؤال ثاني. أي. عندي بنت خالي أبوها توفى. إيه. نعم أمها تزوجت. أمها تزوجت، نعم. نعم هي عمرها سنة كانت.
يعني انا قاريها. ما شاء الله، بنت خالك يمك من عمرها سنه يمك الان عمرها 6 سنين. نعم. امها ما تقدر تجي، ما تطلع راتب، ما تقدر تطلع راتب. مأساة آخر الزمان هذا. ما تيك بنت ما تيك. المطلوب شنو؟ ما فهمت سؤال شنو يعني هسه بخصوص ايش؟ يعني لها اجر يعني دار اليتيم. اجر؟ نعم. شلون مالك اجر اخي؟ اكيد لك اجر وانت قاعد تحيي نفس. قاعد تحيي نفس وخصوصا اذا يعني علمتها على الاداب الاخلاقيه الانسانيه الاسلاميه، اداب القران، وعسى الله سبحانه وتعالى يعني تكون من الصالحات وتنفع بها الأمة هذه المسكينة المنكوبة هسه. فأخي لك الأجر كبير في ذلك يعني إن شاء الله علي. بس أمها يعني ما تقبل يعني تنطلع. أمها احنا ننصحها، أمها هاي بنتك ويعني شلون يعني عموما يعني ما هاي الحالات كثيرة موجودة. أنت ما إلك إلا أن تنصح الأم أخي وتذكرها يعني بهذه بنتها. بس عموما أنت أخي هي مو بنتك، دير بالك يعني ما تسميها بالجنسية بنتك أو أختك، يعني هذه تبقى أم يعني بنت لتلك المرأة ولذاك الرجل أبوها. يعني معي أخت هدى، تفضلي. مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم شيخ. حياكم الله. عليكم السلام شيخ. أنا عندي سؤال يعني شلون مثلا واحدة تريد تطلع وتريد شيء تأدى بيت رجل عمود الطالة محتاجينها. أنا ماذا أفهم السؤال إذا عيني على الإذن؟ إيه شنو السؤال عيدي ليا؟ تراب بلكي يساعدوني بالفهم السؤال. ها اي تريد تطلق والعدة تبقى في بيت الزوج. نعم هو هذا الاصل. ايه؟ تكمل العدة في بيت زوجها، يلا تخرج من بيت الزوج. ايه نعم. نعم تبقى في بيت الزوج، لا تخرج عن بيت الزوج. ليش؟ يعني هذه إلى فيها إيجابية أنه عسى ولعل الزوج يغير رأيه يشوفها قدامه، يعني ربما يصير بها فسحة للرجوع، يصير رجع يعني طلاق. ماشي. فتبقى المرأة في بيت زوجها أثناء العدة، تكمل العدة في بيت السكنة في بيت الزوج. نعم. مع اتصال عماد من بغداد، تفضل أخي عماد من بغداد. ألو. حياك الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. شو رب حالك؟ الحمد لله. انقطع اتصال مع الأخ عماد. نعم. ال- 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 الأخت نسرين سؤالها الأول تقول: توزيع الثواب في يوم الجمعة. سيدتي الفاضلة، يجوز إهداء الثوابات أو إهداء الثواب كذلك يجوز إهداء الثواب للميت، وإهداء الثواب إما قراءة قرآن وإما أن تعطى صدقة جارية له، وكذلك الدعاء، ويعني بكل أصناف الثوابات يجوز أن تهدى وتعطى للميت. طيب، أما تخصيص الثواب يوم الجمعة لا يوجد هكذا رأي عند العلماء، لا يوجد هكذا رأي. الثواب يجوز في كل وقت، الثواب يجوز في كل يوم، وعدم تحديد الثواب في وقت ولا في يوم. ولكن بعض الناس يعني يعتقد أن يوم الجمعة يوم بركة ويوم عيد المسلمين وفيه صلاة الجمعة وفيه ساعة مستجابة، يظن أن توزيع الثواب في هذا اليوم فيه أجر أكبر. لا أختي، الأمر سيان إن كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، وعليه نحن مع إعطاء إهداء الثواب ولسنا مع تحديد الثواب في يوم. يعني بارك الله بكم، حياكم الله. أم زمن تفضلي، حياكم الله. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت معي، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي أختي. عندي سؤال. أردبوش لنا مرة. نعم. ويا والدتي حيل تعبانة وجلطة ومريضة، فأريد أروح وياها، فأنا ماكو محرم أحد يروح وياي. فبنكت يعني تشوف نحن الله يخليك فيها.
تردين ترحين مع الوالدة عمرة وما عندكم محرم؟ اي ما عندي محرم، امي تعبانة يعني ما تقدر وحدها. انت متزوجة اختي ام زمن لو كنية هذه ام زمن متزوجة؟ لا انا مطلقة عندي بنية. مطلقة. نعم والله سيدة الفاضلة هذا الموضوع مشكلة يعني. زين ممكن تسألين المتعهد أو الحملدار القافلة إيش قد بيها نسوة وإيش قد بيها رجال، يعني ممكن هيك يعني تعرفون هيك جواب يعني من الحملدار؟ والله شيخ يقولون لي بيها مجال يعني هم، بس أنا أقول يعني خاف حرام يعني. لا هو مو حرام، لا لا أختي مو حرام. عموما يعني أنا ما أدخل في الخلافات بهذا الموضوع. أختي إذا كنت أنت المعينة الأمك وأمك بدونش ما تقدر تروح، فروحوا إلها وياها عمرة ولا بأس بذلك أبدا يعني. شيخ أنا عندي أخوة وعندي والدي بس ما يروحون. خلاص أختي أنت مأجورة إن شاء الله أبضيها. لا أشدد عليك بهذا الأمر، وإن شاء الله تؤجرين على أخذ أمك للعمرة إن شاء الله تعينيها يعني، وأنت يوم راح تعتمرين أكيد يعني، فماكو ضير أبدا، ماكو بأس يعني بذلك. حياكم الله. أخ محمود تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل أخي حياكم الله. شيخنا بس أريد أسألك سؤال على مود والدتي. إيه إيش بيها الوالدة؟ والله شيخنا والدتي مريضة ماكو. نعم اسمعني من الهاتف أخي محمود، اسمعني حتى سؤالك على السريع يكون. نعم تمام. شيخنا والدتي مريضة عندها ماكو علاجات، تبلع أدوية. نعم تأخذ أدوية. نعم فهي مصرة تريد ماكو تصوم، ماكو يعني مصرة الاثنين والخميس والأيام الليالي الكبيرة تصوم، ماكو مصرة. ما شاء الله الدكتور ما شاء الله. مانع من هذا الشيء. نعم الدكتور مانع عليها الصيام؟ اي مانع الدكتور مانع، لأن يعني عندها تبلع أربع نوعيات من العلاج. نعم اي والله شيخنا. والله سيد الفاضل صاحب الاختصاص الدكتور إذا منعها من الصيام فلا تصوم، ما تصوم أفضل أخي، اللي ربما الصيام يمنعها من أخذ الدواء وما يتخليها يأخذ دواء والمرض يكون يعني يتزامن وأكثر فأكثر يكون عليها، الأفضل ألا تصوم وانصحوها وهذبوها، وهذا من الفهم للعبادة بعض الأحيان تكون خاطئة يعني، الناس تحب العبادة ولكن عفوا بالشكل المعكوس او المقلوب، فاذا كان الصيام يضر صحتها فلا يجوز لها ان تصوم اخي، لا يجوز ان تصوم، تهلك نفسها وتموت من اجل الصيام، وصيام نافله مو فرض، لا ما تصوم افضل يعني. اي والله هكذا يعني. شكرا شيخ. حياكم الله اخي محمود حياكم الله. معي اتصال؟ نعم ما في اتصال. نعم اذا اخواني واخواتي ناصح لكم، ظاهرة أصبحت واضحة في ديارنا وفي مجتمعاتنا وفي بيوتنا، بعض الأحيان أزور الخيام مع الأسف، خيام النازحين أو بعض خيام النازحين وليس كلهم، يعني يتجاوزون عفوا على الإسلام، يتجاوزون على العلماء، يتجاوزون حتى على القرآن على السنة النبوية، من حيث يشعرون أو لا يشعرون بقصد أو بغير قصد، يظنون أن كل ما يحصل لهم هو جراء ما يعني جراء التزامهم بالإسلام، يقول خلاص إحنا لا نلتزم ولا نسير على منهج الإسلام أكيد سنعيش مثل الغرب ومثل أوروبا سنعيش، فأوروبا ازدهرت والغرب ازدهر بسبب عدم تقيدهم بالإسلام، وهذا مفهوم خطير ومفهوم خاطئ جداً. ربما أنت ترى ظاهر الأمر من الازدهار ومن الحضارة في أوروبا، ولكن كم من الأخلاقيات انتزعتها الغرب وأوروبا، كم من العهود وكم 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 من الإنسانيات وكم، حتى أكون منصف حتى أكون منصف أنا لا أتجاوز على غير المسلمين، ولكن نحن نأمر بالإسلام. أي إسلام؟ الإسلام الذي يفهم فهما صحيحا، أما إذا أنت ما تفهم الإسلام فهم صحيح هذه مشكلة، مشكلة الناس وليست مشكلة الإسلام. البعض يفهم الإسلام يفهمه لحية فقط،
هذه مشكلة. البعض يفهم الإسلام دشداشة قصيرة، البعض يفهم الإسلام ذبح وإقامة حدود، يحصر كل الإسلام بهذه الصفات وبهذه الأفعال. هذا فهم مغلوط وفهم خاطئ. والبعض يفهم الإسلام دعوة، ويفهم الإسلام فكر، ويفهم الإسلام أسرة فقط، هذا هم خاطئ مو صحيح. والبعض يفهم الإسلام سبحة فقط، يفهم الإسلام ذكر فقط، يفهم الإسلام طريقة فقط، هذا هم مو صحيح. إخواني، أن تحصر هذا الإسلام الكبير الذي لا يحصر ولا يعني يضيق، أن تفهمها بهذه الأمور، هذا هم خطأ. فكل ما ذكرت كلها صحيحة إذا جمعت. الإسلام عقيدة، الإسلام فكر ودعوة، الإسلام تصوف، الإسلام روح، الإسلام تربية، الإسلام ذكر، الإسلام طريقة، الإسلام أسرة، وهكذا. الإسلام بكل هذه الجزئيات نكون مسلما صحيحا، مسلما يفهم الإسلام بالشكل الصحيح. معي الأخ رائد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، تفضل. تفضل أخي رائد. شيخ سألني رقم نعم. أكو عندي أختي جت زعلانة من زوجها. أختك زعلانة من رجلها، نعم، من زوجها، نعم. زعلانة من زوجها، استجابت الجهاز وياها. زين. استجابت الجهاز وياها، شفت الجهاز. ورجعتهم على أمي وطورت أختي من جديها شاكليها. يعني رجعت الأطفال إلى أهل الزوج؟ زين. فشفت الجهاز وطورت على الزوج وخلتها أنا أمي. أي نعم. فريد أن يسمع الإجابة يا يعني تسأل عن هذا الحكم؟ والله أخي الكريم، حقيقة في هذا الزمان، في هذا الزمان، لا أتكلم لك عن كتب العلماء ماذا قالوا والفقهاء، في هذا الزمان الأبناء يكونون عند الأم أفضل. سبحان الله، هي الأم رحمتها وعاطفتها يحتاجها، خصوصا إذا كانوا أطفال. طبعا إذا كانوا كبار ربما حتى إذا يتركون ربما يعني، ولكن أخي وجود الأطفال عند الأم أفضل. أنا أتكلم للمشكلة بهذه المشكلة بصورة عامة. ربما هذه المشكلة لها شواذ، مثل عفوا الأم غير مهتمة بالأطفال، لا تعرف أن تربي الأطفال، عفوا تربية سيئة، عفوا يعني هذا بحث آخر، أنا لا أحكي أتكلم عن التفصيلات والجزئيات. أو ربما أنت تصرفت هذا التصرف حتى يصير ضغط، يصير رجوع، أو الأم تأخذ الأطفال، الأب يشتاق للأطفال، أو ربما يكون سبب لرجوع الأب يعني، وهكذا تفصيلات. ولكن عموما تصرفك أخي ما بي خطأ، ما بي خطأ، ولكن أنت إذا كنت تعرف أن الأب عفوا سيء وغير ملتزم بالإسلام وغير متدين وهذه الصفات الذميمة، فالأفضل ما تذب الأطفال يم الأب، الأفضل الأطفال يبقون يم الأم، الأفضل الأطفال يبقون من حيث العموم دائما الأطفال يبقون يم الأم أفضل. الأخ إيلاف تفضل. الأخت إيلاف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخ؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. ممكن سؤال؟ أي نعم ممكن، تفضلوا. عندي أم زوجي. أم زوجك؟ أم زوجي. إيه، هاي المشاكل كلها ويا أم الزوج، إيه ماشي، زين، شو بيها؟ شلون؟ ما دا أفهم، شو بيها أم زوجك؟ بطلقة من الأول يعني، أبوها أم زوجك؟ أم زوجك هذه؟ أي وزوجة رجال ثاني. زين. وهذا أولاد اثنين. هذا أولاد اثنين. من ذاك الرجال. نعم. أي ويعني لسه يعني هي مشاكل أول من هذاك الثاني. أي. ويعني تسيطر علينا وعلى يعني ما عرفتها 12 سنة يوم خواله. يعني عائلتك تريد السيطرة عليك وعلى زوجك؟ ايه يعني كل ما تريد على كل شيء بدها وتقول له ما عشناك الا
والله انت من النسوان ايش قد هاي السالفه عدسان سالفه يسيطر وتسيطر. المهم هو شلون نسيطر يعني عليكم يعني عليك وعلى زوجك بالكلام بالتصرفات بال... شنو تسيطر؟ يعني كل شيء يعني طبط انا يعني هي شطرت يعني يعني المهم الظاهر فوق روسكم في كل تصرف. المهم اختي الكريمه اولا هذه مشكله اجتماعيه حلها يكون مركب ومعقد كذلك يعني حلها مو كلمة أي يجوز أو ما يجوز يعني هذه تحتاج أولا من الطرفين الحل هي يصير عقلها كبير وتتعامل وياك مثل بتها هذه أولا وأنت كذلك سيدة الفاضلة إذا تعرفين أم الزوج حريصة عليك يهم اسمعي كلامها يعني من تقول لك لا تطلعين لا تطلعين من تقول لا تلبسين هيش ما لبسيش يعني ليش تنطيها حكم الكبر والتجربة والخبرة والحرص عليك يعني فرايد لكم الطرفين تتفاهموا فيما بينكم يعني هاي إذا أنتم تجلسون وتتفاهمون بس حاولوا تتفاهموا حاولوا يعني تشيلون حواجز الأسيطر وتسيطر وين إحنا عايشين يعني حاولي خليها مثل الأم حاولي خليها مثل أختي الكبيرة الناصحة إلك زين أنت ابدي حتى لو هي ما بدت فأكيد هي إنسانة وعدها إحساس وضمير وتشوف طاعتك إلها يعني وهكذا فأرجو أنه الطرفين تتعينون بعض على حل هذه المشكلة. الأخت نجلاء تفضلي. تفضلي أختي حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سألك شيخ. الحمد لله بخير. سهل. والله هذا اللي بسألك سؤال. نعم. بالزعلة وتنازل. ما دا أفهم. ابنك زعل. إذا عين الكنترول ما دا أفهم السؤال. زعلانة ويا ابني. ها زعلانة ويا زوجك؟ ويا ابني ابني. ويا ابنك. لا ما لحق أبدا. أنت كلمة مو كامل من دفتر. شبيه؟ أنا جمعت يعني. أنت كلمة مو كامل من دفتر. لو تتحركين من مكانك الصوت متقطع حتى الكنترول ما دا يسمع الصوت جيدا. أقول لك أكل الاسم مال كامل هو ابني أكل ابنك كامل عنده يتامى؟ لا أكل الفلوس مال اليتامى أكل فلوس اليتامى مال من هاي الفلوس؟ المن هاي فلوس اليتامى؟ هو ابنك المن أكله مال من؟ الفلوس مال بيت أخته مال بيت أخته؟ مال ولد أخته اي ولد اخته اي تمام لا أيه. ما يجوز ابدا تعبت عليه من وراه جدا يربيني انا ما قبلت ارضى انا يعني يقولوا لي تشيلين شاطر حجيه بس سمعيني اكلهن دا يشتغل بيهن لو دا يصرفن نفسه لو دا يشتري لهم عقار شنو معنى الاكل بالنسبه عندك؟ نعم اكلهن يعني صرفن نفسه؟ ايه اي اذا صرفن نفسه ما يجوز إذا إيه كان أموال الغير حرام فأموال اليتامى أشد حرمة. ما أرضى عليه إلا ما يطلق مثل ولد لا 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 ترضون عنه وأموال اليتامى تكون نار تجرجر في بطنه أبدا أعوذ بالله يعني لا يجوز. يعني أنا أنسى إلى زعلانة عليه وجاء إذا ربنا ولي ما تبدك فما أشيل ذنب. لا ما تشيلين ذنب أنت أم ما تشيلين ذنب بزعلك على هذا الأمر يعني ما أكل ذنب عليك. بس الذنب عليه كبير والله يعني هم زعل امه وهم ياكل اموال اليتامى مال بنات او اهل او ابناء بنات مال مسخه نعم لا لا حرام عليه وخلي يراجع نفسه وانصحوه انتوا انصحوه حجي يعني مظلوم من مخيم عربد مظلوم اسم على مسمى تفضل اخي مظلوم السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله اهلا مرحبا عليكم السلام حياكم الله استاذ انا من بغداد نعم انا من بغداد نازح في بغداد نعم في بغداد استاذ انا فهم علي لكن من المنام هسه عاملين كل هاي الشباب وهاي الشباب من هسه عاملين كلها قامت تسب سيدنا عمر يسبون سيدنا عمر؟ هم الشياطين الشياطين لا يعني عندما يذكر عمر يشمئزون يعني دائما يعني خليه ببالك استاذ
سبحان الله تهابه الشياطين سيدنا عمر حيا وميتا يعني. فنسأل الله تعالى أن يعني هذه يعني إحنا دائما نقول لحوم العلماء مسمومة، العلماء الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس معه، فكيف بمن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف هو خليفة ثاني للمسلمين؟ فكيف هو على لسانه تنزل أكثر من 9 آيات مصداقية على لسانه؟ كيف يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لكل أمة محدث لكان عمر محدث هذه الأمة، أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة محدث، ومحدث هذه الأمة عمر، وأحاديث كثيرة جدا لو كان من بعد نبي لكان عمر، وإن كان في إسنادها شيء من المآخذ، ولكن فضائل سيدنا عمر كبيرة للإسلام المسلمين، هذا الذي قصم ظهر الجبابرة ظهر الفرس، لولا عمر لكانت راية فارس إلى هذا اليوم على رؤوسنا، لولا سيدنا عمر لكنا نعبد نار المجوس إلى اليوم، لولا عمر لكانت نساؤنا سبايا عند فارس لولا سيدنا عمر. فأنا أستغرب حقيقة من يسب عمر ومن يتجاوز على عمر، نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع سيدنا عمر، لأننا أهل السنة والجماعة نحب كل الصحابة ونحب آل البيت كلهم ولا نفرق بينهم أبدا، نحب سيدنا علي، نحب سيدنا عمر، نحب أبو بكر، ونحب سيدنا عثمان والحسن والحسين. ما علمنا أبناءنا وما علمنا طلابنا ولسنا نعلم أبناءنا أن يسبوا أحدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بسباب ولا بلعان، هذا مع الإنسان العادي، فكيف تعلمونهم في مجالسكم وفي دواوينكم أن يسبوا سيدنا عمر؟ كيف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بنته بنت سيدنا عمر وتكون زوجة له، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت سيدنا عمر؟ كيف يعني النبي لا يعلم بأن عمر سيرتد؟ نعم يعلم أكيد، لأن علم الله تعالى يعلمه أنه لا تأخذ هذا مستقبلا. رب قائل يقول في زمن النبي كان مؤمنا بعد النبي ارتد، على هذا القول الله تعالى عليم، يعلم أن هذا الفلان سيرتد فيخبر النبي بالوحي أنه لا تتزوج من فلانة لأن أباها سيرتد. أنتم تطعنون بعلم الله من حيث تشعرون أو لا تشعرون، أنتم تطعنون بغيب الله تعالى. فالصحابة كلهم عدول وكلهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونترضى عليهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، وأهل البيت كلهم كبار عندنا نجلهم ونحترمهم ونأخذ من رواياتهم الصحيحة، فنسأل الله تعالى العفو والعافية في ذلك. فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، حقيقة يعني أنا كلما أتذكر سيدنا عمر أتذكر يعني ما أعرف، يعني عندما أقرأ عن بطولات الإسلام وفتوحات الإسلام وماذا فعل سيدنا عمر للإسلام، والله أستغرب وأتعجب أن هناك شخص يتجاوز على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في رواية بسيطة جدا، يعني يقال أن سيدنا عمر عندما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأمر يجادله باستخدام القوة مع الكفار مع الأسرى أن نقتلهم جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أنه لا يقتلون، إما أن يدفع مال وإما أن نعوضهم مقابل أسرى مسلمين أو يكون الحكم قتل. فكان سيدنا عمر يريد القتل في ذلك لأن يزيد الغلظة بالكفار يعني.
وبعد أيام عندما أصبح ما أصبح بين المسلمين من معارك، فظن سيدنا عمر أن ما قاله للنبي هو جدال، وظن أنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى سيدنا عمر طيلة حياته يؤن من هذا الذنب. يقول الراوي، يقول بقى إلى أن مات رسول الله، يقول يذهب إلى سيدنا أبي بكر ويسأله، يقول هل رضي عني رسول الله عندما جادلته؟ هل سامحني رسول الله عندما جادلته في ذلك ورفعت صوتي؟ فيقول له سيدنا أبو بكر هون عليك يا عمر، الأمر ليس بالجلل، أمر مضى، أمر ذهب، أمر انتهى. فبقى يؤن سنوات، 4-5-7 سنوات، إلى أن توفي أبو بكر، ويقول كان يقوم الليل ويقول ويشكو من هذا الذنب طيلة فترة خلافته صلى الله رضي الله عنه. فإلى أن جاءته الطعنة من ذاك المجوسي الفارسي وسقط على الأرض، قال يا رب هذه بتلك. فيقول جابر بن عبد الله استغربنا ماذا هذه بتلك؟ فوهو على فراش الموت ويطعن بهذه الطعنة، يقول يا ربي هذه كفارة تلك المجادلة وتلك إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يظنها. فهؤلاء يسبون، هؤلاء يطعن بهم وبأعراضهم، والله ما طعن أحد بسيدنا عمر إلا ابتلي بعرضه، سر عجيب. وما طعن أحد بسيدنا عمر إلا أصابه الله تعالى بسرطان في لسانه. وكثر عندنا ناس تسمى خطباء ومتكلمين ومحاضرين ماتوا بسبب طعنهم لسيدنا عمر، أصيبوا بسرطان في لسانهم أو يصابون بسرطان في حنجرتهم. فنسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. جاءنا سؤال من SMS يقول لماذا شرعت غسل الجنابة؟ فنقول أخي السائل غسل الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب على المرأة وعلى الرجل، وغسل الجنابة يكون عندما تلتقي أو يلتقي الزوج مع زوجته ويكون جماع حقيقي وإن لم يكن فيه إنزال، ويكون جماع حقيقي وإن لم يكن فيه إنزال، فيكون غسل الجنابة واجب على الزوج والزوجة. طبعا أنه أسأل سبب التشريع، طبعا سبب التشريع نحن خلقنا الله خلقنا بإفعل لا تفعل، عندنا قرآن وعندنا سنة نبوية وعندنا إجماع وقياس أقوال العلماء، فإفعل لا تفعل هي أصل العبادة في الأرض. الله تعالى قال لا تفعلوا كذا، خلاص نرفع الأيدي سمعا وطاعة، قال افعلوا نفعل سمعا وطاعة. أما أن أأتي أن أسأل، إذا كان تفحصا وتعلما لا بأس بذلك، أن نبحث عن أدلة، نبحث عن خلافات، بهذه الخلافات نبحث عن مخارج فقهية لهذه المسألة، لا بأس بذلك. أما أن أستكبر وأقول يعني ما فيه ضرر طبي ألا أغتسل، يعني ما وضع الضرر الطبي هو ضابط للحلال والحرام أبدا يعني. فإذا غسل الجنابة بعض الأطباء يقولون أو بعض أهل الخبرة في الطب يقولون مسامات الجسد تغلق كلها عند المجنب، لا تزال إلا بالماء، برش الماء على الجسد. يقول بالاستمرار إذا بقى الرجل يجنب أو يمارس مع زوجته الجنابة ولا يغتسل، ربما تكون هناك عنده عاهات في جسده، في جلده، أمراض جلدية بسبب تواصل وتكرار غلق هذه المسامات. أما نحن نغتسل من الجنابة لا من أجل الطب، بل من أجل قال الله تعالى بذلك، ومن أجل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غسل الجنابة واجب على الزوج والزوجة، وكذلك غسل الجنابة فيه تفاصيل كثيرة. غسل الجنابة السنة وليس الفرض، الفرض هو إسكاب الماء على كل الجسد من الأعلى إلى الأسفل،
يعني لا يوجد جزء من الجسد إلا ويصل إليه الماء، ما يوجد جزء من الجسد، إمرار الماء على جميع الجسد، بل من العلماء يشددون يقولوا إمرار اليد في المتن، يقول وإمرار اليد على جميع الجسد الشعر، على جميع الشعر والبشرة، يعني الرجل والمرأة يخللون شعرهم يصل الماء إليه جميعا، وكذلك الجسد كله يجب أن يصل إليه الماء، هذا الفرض. نعم، معي متصل أبو خالد، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ رحمة الله بكم سؤال إذا ما سلزم عليك. تفضل تفضل سيد الفاضل، تفضل. يسلمك الله. أك واحد قدم دواء على واحد وابتدري إذا ما قدم دواء أنا ماذا أسمع زين. يجب شهود اثنين، فشهود اثنين نعم. كل الشتري يقول لقنهم مثل ما يريد وحلفوا كلام الله، زين هذه من هذا يعني شنو بالشرع؟ هم حلفوا على شيء صادق يعني صادقين به؟ هو ما شايفين، هم زين الشهود اثنين ما شايفين، بس هو لقنهم هيك يقول الشتري يقول يعني ما شايفين، لا مو صحيح، نعم يعني ما شايفين، هو لقنهم قال لهم قولوا كذا، بس هو لقنهم قال لهم هذا ارتكب كذا كذا كذا، هم ما شايفين، حلفوا كلام الله مثل ما لا لا يجوز هذا، من يحلف على شيء يراه او يعلمه، يراه يعني او حادثه حدث به هو يقسم، طبعا حسب الآلية او يعني طريقه القسم يعني، أما من يلقنه يقول أنا رأيت فلان وهو يذهب يقسم على رؤية فلان، طبعا وإن كان هناك من يذكرها من العلماء في كتبهم، صاحب فتح المعين يذكرها، المهم أنا لا أذكر هذه التفاصيل، الأفضل أن يراه ويقسم على ما يراه، يعني نستخدم هذا الرأي يعني مو على الإطلاق، ما أقدر أقول لك على الإطلاق إذا ما يشوف بعينه ما يقسم، هناك مسائل فرعية، بس هذه الطريقة اللي تقول عليها مو صحيحة، يعني هذه الطريقة هذا الباب لا نفتحه للناس أبدا، مو صحيح يقسم على شيء شخص لا يعلم. الشاهد من يقول كلام الله لازم يكون يعني شاهد بعينه، يعني هو مو هكذا بصورة عامة، بس عموما يعني ما يجوز أحد يلقن أحد أن يقسم أن يقسمه على شيء رآه، يعني هذا يتحمل إثم، أنا شاهد بس هذا يتحمل أكيد إثم، أكيد أكيد آثم، وأكيد آثم يعني. بارك الله فيك شيخ، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا من معي متصل؟ نعم تفضل أخت هدى، تفضلي تفضلي أختي، أنت معي، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا شيخي. تفضلي أختي، بس ارفعي لي الصوت شوي يعني. نعم تفضلي. شيخي تفضل يزور القبور. تزورون القبور، تسمعين من الجواب. إيه؟ نعم. يعني أمي تفضل يزور القبر ويعني تفضل. نعم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني الزورة. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني، بنت عمي صار لنا 3 سنين 3 سنوات مخطوبة مع نجيب عن مهر عليها، هاتي طلقت منا صرت تقرب عدة، يعني ما صار زواج يعني ما صار دخول مهر عرض، مهر عرض يعني قصدي صار زواج لو ما صار زواج، لا ما صار زواج، لا عدته عليها، ما تعتد يعني ماكو عدة عليها. شكرا شيخي، حياكم الله حياكم الله. أما بالنسبة للسؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أي هناك نهي كان في زيارة القبور ونسخ هذا النهي بقوله ألا فزوروها بصورة عامة. أما موضوع النساء إخواني أو خواتي، موضوع النساء زيارة للقبور له شروط وله أحكام وله أجواء، أهم شيء أنه لا يوجد اختلاط أو جمع من الرجال
وتذهب المرأة بزيارة القبور مع جمع الرجال، خصوصا يوم الجمعة صباحا، خصوصا عيد الأضحى صباحا. إخواني، زيارة القبور غير محددة في كل وقت، في أي وقت، يعني لا تخصص بالأيام أو بالساعات أو بالمناسبات. أنا أستغرب، يهملون الميت، أبوهم أو أمهم أو بنتهم أو ابنهم، يهملوه، ما يذكروا إلا بعيد الأضحى، أو ما يذكروا إلا بصلاة الجمعة. إذن تجوز زيارة القبور على أن لا تكون هناك اختلاط أبدا. نعم، معي متصل. رشا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. عزيزي ممكن سؤال؟ إيه تفضلي أختي، تفضلي، أنت معي. عندي ثلاث أسئلة إذا ما كل أحمى. ثلاث أسئلة بس، لحظة، الكنترول عندي وقت لو نخنطيها الخاص معي. ها رقم أختي، ثلاث أسئلة طويلة حتى ننطيك الخاص، لأن وقت البرنامج يعني ينتهي. أبقي مفتوحة، ينطوش الرقم الخاص الآن الكنترول، يعني أبقي. نعم نعم، حياكم الله. معي انتهى الوقت الكنترول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص فيما نقول وما نعمل. نسأل الله تعالى أن يرحم شيوخنا من مات منهم، وأخص الشيخ حمزة رحمة الله عليه، ومن ويحفظ من بقى منهم ويسلمهم. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن هذه الأمة، ونسأل الله تعالى أن يكشف الكرب والغم عن العراق وعن أهل السنة في العراق. أيها الأحبة، ما كان من صواب فهو من الله ثم ممن علمني، وما كان من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن أتجاوز عنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.